الهيبة ثوب مفصل ولايق عليك، والكفل غيرك أبد ما نقولها. يا معلمهم على معنى الشموخ، انت تاج المرجى لو مسؤولها. المعالي حقها من عندك تغار، منه غير جفوفك انت يطولها. والمواقف دية بعناق الرجال، يغيب صاحبها ويظل مفعولها. حتما ايتيه الكرم درب الجبان، والشجاعة بخيل صعب ينولها. وانت اسمك لاح في اعلى الجبال، ونور شعشع فوق سور سهول. كنيسة ماريا الياس هذه بيسموها شجرة الامنيات، شايفين كل واحد رابط ابنية، كل واحد رابط ابنية. انا حربط المسبحة على اساس ان الله يهديهم للاسلام يشرح صدرهم وقلبهم للاسلام. كنيسة مرتبطة بالنبي الياس عليه السلام في عجلون في الاردن. هذا بير من الابيار، شو البير، نزل العمق، باين البير. طبعا رحلة جميلة بحضرة الاستاذ ابو محمد وام محمد، الفنان الجميل معانا، حتشوفوه في ايش اسمه المسلسل، حرائر البادية. حرائر البادية مع الأستاذ عصام منيب القضاء، والأستاذ عصام حجاوي المنتج، إخراج جيد حجاوي. أمنيات أن يهدي ويشرح ربي صدركم للإسلام. آمين آمين يا رب العالمين. نورتونا. أستاذك شكرا للدعوة الجميلة من الفنان الأستاذ منيب القضاء في الأردن، وبيقول أول تلفريك في الأردن. أول تلفريك عجلون. نعم. وأول سنة؟ أول سنة. ومن حظنا نكون أول ركاب. أول ركاب. شرفتونا. حياكم الله. الرحمن الرحيم. طبعاً هذه زي ما أنتم شايفين الجبال اللي عليها البيوت هناك، بيوت فلسطين. خشي عليها، يعني إحنا قربنا مرة من عجلون. فلسطين نفسها، مش غزة ولا لا، فلسطين. ايه فلسطين نفسها، مناطق فلسطينية، مناطق فلسطينية. يا يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة جرش في الأردن 2024، بنصور حرائر البادية ونلبي دعوة في عجلون من الفنان منيب القضاء. آثار جرش، كنت أقول دائما وخصوصا لما كنت في لبنان، جيم جونيا في لبنان وصورتها لكم في بيروت، جرش في الأردن، جدة عندنا، إتي وبحر. شوفوا الآثار حق الجرش، شوفي. وصلوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتشرف بالاشتراك والمرور. الهيبة ثوب مفصل ولايق عليك، والكفل غيرك أبد ما نقولها. يا معلمهم على معنى الشموخ، انت تاج المرجى لو مسؤولها. المعالي حقها من عندك تغار، منه غير جفوفك انت يطولها. والمواقف دية بعناق الرجال، يغيب صاحبها ويظل مفعولها. حتما ايتيه الكرم درب الجبان، والشجاعة بخيل صعب ينولها. وانت اسمك لاح في اعلى الجبال، ونور شعشع فوق سور سهول.